وأدخل وأخرج وألعب وأرتع وأنط في البيت والحديقة كما أشاء بلا تقية أو حذر، ولكني كنت وحدي، لا رفيق لي ولا طرب أو لاعب ولا شيء ألعب به. فاستوحشت، وكانت أمي في مخدعها أغلب الوقت، وما كان لي لذة في مجالسة امرأة يخالط إحساسي بأنها أمي إحساس آخر بأنها زوجة، ولا كانت لي رغبة في حديث هذا العم الذي نام وشخر ونخر بعد أن هزم جيش النمل. وكان الخدم مشغولين في جناحهم إعداد ما كلفوه للاحتفال بمقدم السعيد أو عيد ميلادي كما يزعمون، وما جدوى الخدم، وأنا بحاجة إلى من أبثه شجني فيصدق ولا يرتاع أو يغشى عليه أو يفر مني أو يحدق في وجهي ويتفرس كأنما يحاول أن يرى أمارات الجنون التي يرجو أن ترتسم أو تبرز على صفحته، أو يجسني لعلي محموم بهذه، أو يذهب بقهقهة ويجاملني فيسيرني وفي ظنه أني أتخيل ما أقول وأصف. وكان أمري يحيرني ويورثني اضطرابا وقلقا شديدين، فإنه إن يكن هذا حلما فقد طال وثقل، والأحلام لا تطرد على هذا النحو المنتظم، والأغلب فيها أن تتغير مناظرها وصورها ومواقفها وسائر ما يتمثل فيها لرأيها بغير ضابط. وهذا الذي أنا فيه والذي أراه يجري على نسق الحياة الدنيا ويسير الهوينة جدا كتأتأة الطفل الذي يتعلم الخطو، ومتى بالله ينتهي حلم يأبى إلا أن يبدأ من بداية العمر وتبطئ الساعات فيه كل هذا الإبطاء في الدهران، وسأحتاج إلى سنين وسنين كالدهر طولا حتى أكبر أو أفيق وأراني مرة أخرى على سريري في غرفتي التي أوصدت بابها. ترى كسروه علي أم تركوني أنام إلى هذا العصر الذي أنا فيه الآن؟ من يدري؟ أم الأمر جد وقد رددت طفلا؟ إن يكن هذا هكذا فلماذا بقى عقلي عقل رجل؟ أم تراه سيصغر شيئا فشيئا على الأيام أو على الساعات حتى ينقلب هو أيضا عقل غلام حدث؟ فإني أرى نفسي تنازعني أن أصنع ما يصنع الصبيان وأن أركب الحياة والناس بما يركبهما به حدث غرير، ولو تم التحول لكنت به أسعد وأشقى. أسعد لأن حداثتي تستوفي حينئذ حقها بانتفاء هذا التلفيق والترقيع، وأشقى لأني أبت صلتي بما عشته وألفته وأنساه وتتغير شخصيتي التي أنا بها ما أنا، ولست أرضى لنفسي هذا، ولست مستعدا أن أرضي سلفا عن شخصية جديدة أجهلها وأعطاضها من شخصية القديمة المألوفة. ثم لماذا تكتب لي وحدي هذه المحنة دون خلق الله جميعا، ويقضى علي أن أحيا حياتين مختلفتين وأمر بعهد الحداثة وما يليها مرتين؟ وإذا ظل الحال يجري على هذا المنوال فأصغر بعد أن أكبر، فمتى أنا أستريح وأعفى من هذا العناء المتكرر؟ وكنت وأنا أدير هذا في نفسي أتمشى في الحديقة فخطر لي أن مد البصر إلى المستقبل متعبة، وأن الساعة التي أنا فيها أولى بالعناية، وأن أول ما ينبغي أن أعرف أين أنا، أي بلد هذا وأي حي، لا أعرف أقريب أنا أم بعيد من أهلي وبيتي، ويحسن أن أعرف ماضي الجديد فقد أقحم على حاضر أعيشه وأحياه بماضي يسعد مستعار، وهذا ترقيع لا تصلح به الحياة التي أعطيتها، فإما أن أعطى ماضيها معها أو أعاد إلى الحاضر الذي زحزحت عنه وأجليت لا أدري كيف. وعلى فرط ما أجهدت رأسي لم أرى إلا أن الموقف يدعو إلى القلوب، فما من وسيلة مثلا إلى إقناع أهلي إذا تسنى لي أن أتصل بهم بأنني أنا أعني أني أنا المفقود الذي اختطف، وأن كل ما حدث أني صببت في هذا القالب فأصبحت طبعة جيب من الرجل الذي كنت، وكيف يمكن أن يصدقوا أو يقتنعوا؟ ولكن ألا يمكن أن يقتنعوا إذا ذهبت أخبرهم أخبار ماضية وأروي لهم ما كان بيني وبينهم في حياتنا المشتركة؟ ممكن إذا أصغوا ولم ترعقوا لهم قبل أن أفرغ من الكلام. إذن أسلم أمري إلى الله، فلا سعي ولا محاولة، وماذا يسعني خلاف ذلك إلا إذا أردت أن أكمل إلى مستشفى المجانين لأعالج وأداوى من الخرف الذي أروع به الناس. وقد كنت صرت تحت شجرة برتقال سكري مثقلة الأغصان بما تحمل من هذه الفاكهة الطيبة، فجرى ريقي فمددت اليد وقطفت وذهبت أقشر وأمص، وقد أذهلتني حلاوة البرتقال عما كنت فيه. فلما شبعت وهنئت رحت أتعجب وأقول إني أراني كبيت ذي شقتين أو جناحين، فلا أدخل واحدة إلا وخروج من الأخرى، متى كان فتح باب من هذه
أغلق باب تلك، وأن هذا لا يكسبني ازدواجا ورحابا ولكنه يكلفني شططا، فإن إحدى الشقتين يجب أن تظل سرا مطويا، وإلا حلت دي متاعب لا ينقصني أن أعاني، وستسكن هذه الشقة وتويط الخواطر السوء. ولكن ما حيلتي؟ وهل يعوض هذا أن الجانب الآخر يستطيع أن ينعم بمرح الصبيان وخفة الحداثة وطيش أحلامها وذهولها بجدة الحياة الفياضة عن الجد؟ ربما جائز، وإن كان قد جاز أن أصير طفلا فلماذا لا يجوز أي شيء آخر؟ واليوم عرفنا أنه الجمعة وغدا يجيء السبت، وأحسب أن سيكون علي فيه أن أذهب إلى المدرسة. إن كانت عيني لم تقع في هذا البيت على كتاب أو دفتر أو قلم، أم ترى للدرس غرفة خاصة؟ وكيف أذهب إلى مدرسة لا أعرف أين هي؟ وهبهم حملوني إليها في سيارة أو رافقني إليها خادم، فإلى أي الفرق أقصد؟ وأي التلاميذ أحيي؟ وعن أيهم أعرض؟ ومن ألاعب ومن أتقي؟ آه لو كان الذي تقمصت بدنه ورثني عداوات وخصومات وثارات. وأخرج يوما أو ليلة أتمشى، فإذ ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل من الحاقدين الموتورين أو المولعين بالشر لوجه الله تعالى قد كمنوا لي وراء شجرة، ثم انقضوا علي وأوسعوني لكما وركلا وتمزيقا، أو قذفوني بحجارة فشجوا لي رأسي وأسالوا دمي وهشموا عظمي. وكيف أتقي هذا وقد أهمل الذي تخلى عن بدنه أن يترك لي بيانا يعرفني ماضيه وعلاقاته الحسنة والسيئة؟ أما إنه والله لإهمال، أو لعلها سرعة الإبدال أنست الذي تولاه أن يعني بهذه التوافه، وماذا كان الدعي إلى كل هذه العجلة؟ وما ضره لو كان تأنى بلا عدد؟ وخفت أن يذهب عقلي، فقد بدأت أخلط فأقصر، وبدلي أن أذهب أعدو فيرفض عني هذا الغرب.